ككل صباح يكون الشاب الأخضر من سكان الريف بيتيرت على موعد مع الذهاب إلى المراعي، حيث يرافق أغنامه التي يقوم على رعيها باعتماد برنامج يومي يتوافق مع فصل الصيف وحرارته، وذلك حتى يتجنب أضرار الشمس الحارقة. عندنا صباح 8 تاع الصباح خرجوا زوين طفلة جويه 10 ل 10 ونص حتى ل 11 تقريبا 11 ونص ردوها تشرب الماء تعاود ترجع تدخل تريح ذيك ساعة ساعة ونص حتى ساعتين ما ديباسيش تجي تعاود تخرجها جويه 3 3 ونص حتى ل 8 8 ونص 9 تاع الليل. الجفاف صراحة عام جاف عندنا احنا تقريبا حتى 6 اشهر ما طاحش النوم هنا عندنا عام جاف راه جاية الحرارة مرتفعة بزيادة كاع حموان زيادة. فالشاب الأخضر ورغم قساوة حياة البادية التي يواجهها يفضل حياة الريف على حياة المدينة، وخاصة تربية الماشية التي يعتبرها رزقه الوحيد. ناقصنا صوالح بزاف مريحين في بلادنا مريحين في بلادنا على خاطر هنا في فيلاج ما يخرجنيش المدينة ما تخرجنيش أنا المدينة ما تخرجنيش عندي مأزن أسرح مأزن وروح للمدينة والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي نحمد ربي صباح وعشية الحمد لله الحمد لله. فمن تربية ورعي الماشية يفضل الأخضر أيضا تربية الخيل التي تمثل له عمق الأصالة العربية، وهي رسالة يوجهها هذا الشاب لأقرانه من جيل اليوم للتمسك بالماضي لأنه يصنع الحاضر ويضمن المستقبل.